النهارده هنتكلم عن موضوع التبول اللا ارادي الليلي. يعني ايه تبول لا ارادي ليلي؟ التبول اللا ارادي الليلي عباره انه من اسمه انه ده بيحصل في الليل بس. بس الطفل هو غالبا بيجي في الاطفال، ممكن للبنات المراهقين او حتى للشباب لو هم ما تعالجوش وهم صغيرين او في فتره المراهقه. ايه اسبابه يا جماعه؟ بيبقى سببه يا اما اصلا هو عنده ضعف في عضلات المسانه من ساعه ما اتولد، يا اما ساعه البلوغ ما حصلش تطور كافي لعضلات المسانه مع مشكله في مراحل النوم. المفروض ان احنا بنعدي من 3-4 مراحل في النوم، منهم مرحله بتخلينا يعني نشوف الاحلام، مرحله نصحى لما حاجه تبقى جنبنا، نصحى لما المسانه تتمية ويبقى عنده، فبنعمل برضه من تاهيل، بنعمل تاهيل الجهاز العصبي في النقطه دي بتعليمات بيمشي عليها العيان مع جلسات. طب احنا بنتاكد ازاي يا جماعه؟ مشكله التبول الارادي الليلي، الاول اقول لكم ان ما لهاش علاج في اي حته، لان مفيش حاجه يا جماعه بتقوي عضله الا لو بيعمل جلسات عليها، مفيش دواء ممكن يقوي لك عضله فيها مشكله، خلاص؟ فالتبول الارادي بنقيس العضله بجهاز معين، الجهاز ده جاي من الاتحاد الاوروبي، بيقيس العضله بتاعت التحكم في البول عن طريق الشرط، وبنعرف القوه بتاعت عضله المثانه دي هل هي طبيعيه ولا القياس بتاعها قليل ومحتاجه تزيد. اذا طلعت العضله فيها مشكله فهنا بيبقى مفيش حل ومفيش علاج للتبول الارادي الليلي. والناس يعني عندهم المشكله دي هيلاقوا ان هم لفوا لفات قد كده وراحوا لتخصصات كتيره وما تعالجوش. ليه؟ لان المشكله في عضله المثانه وعضلات جدار الحوض هم اللي بيبقى فيهم مشكله. فبنعمل ايه؟ بنشتغل جلسه، الكورس بيبدا من 12 جلسه، ممكن ناخدهم على 12 يوم متواصلين او يوم بعد يوم. ال 12 يوم دول بنعمل فيهم جلسه يعني بيبقى فيهم جهاز بيزود الدوره الدمويه الدقيقه اللي رايحه للاعصاب، بيبقى فيها جهاز بيعمل تنبيه لعضلات المثانه، بيبقى فيها جهاز تاني بيعمل تنبيه لعضلات الحوض، مجموعه اجهزه علشان تقوي المثانه. وبنتاكد معظم العيانين بيتحسنوا، يعني ممكن يعني احنا بنقيس الجهاز بعد 12 جلسه، معظم العيانين بيتحسنوا من اول كورس، وفي ناس ممكن يحتاجوا اعاده لو هم جايين لنا في وقت متاخر شويه، يعني لما يجي لنا الطفل عنده 10 سنين غير لما يجي لنا وهو عنده 18 سنه او 20 سنه. الموضوع ملوش علاقه الموضوع بيعمل للطفل او للمراهق او للشاب حاله نفسيه، لكن مش بيجي بسبب حاله نفسيه زي ما الكلام ده منتشر يا جماعه. لا، بيبقى هو اللي بيسبب حاله نفسيه للمريض. علاجه بسيط وسهل، بيتعمل الجلسات والعيان حياته او المريضه حياتها بتتغير خالص. بس نكون اشتغلنا صح، بنتاكد من الجلسات بنسبه 100% لان احنا بنكون قسنا العضله قبل وبعد. الموضوع علاجه لازم يبقى في مكان متخصص للعلاج الطبيعي، لان المشكله مشكله عضلات مع تعليمات بنديها للعيان ان هو ازاي هينظم مراحل النوم بتاعته مع مجموعه تمرينات بيعملها اثناء التبول، بنديها له في ورقه وهو ماشي بيبداها مع الجلسات، لازم يبدا الحاجات دي مع الجلسات. وكل الحالات ما شاء الله بتجيب نتيجه، ان شاء الله هننزل لكم فيديوهات لناس كتيره اتحسنوا معاكم. كان معاكم دكتوره رانيا السيد عبد العليم، دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب. تحياتي.